الحفاظ على المحيط البيئي. أمين هنوي وسوفيا الإبراهيم. الاقتصاد الأخضر دعم أساسية لنموذج التنموي الجديد، شعار الدورة 13 لأسبوع البيئة بالجديدة، والذي تنظمه جمعية دكالة بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي بهدف التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة ودعم المشاريع التنموية في هذا المجال. برنامج هذه السنة يشمل تنظيم لقاءات وورشات بالإضافة إلى مبادرات للنظافة بالحي البرتغالي وشواطئ المدينة. استماع إلى المجتمع المدني من أجل أن ينخرط أكثر في برامج اللي هي بالأساس كتطلب واحد الجهد باش نحقه واحد التحول في ثقافيا، واحد التحول أيضا فيما يتعلق بتملك هذا المشروع ديال البيئة والتغيرات المناخية. محاضرات وتدخلات من طرف اختصاصيين وأساتذة، كما عندنا في البرنامج تزيين وتنظيف الحي البرتغالي بشراكة مع جمعية مؤسسة من طرف الساكنة. أسبوع البيئة بالجديدة يهدف إلى انخراط جميع المتدخلين بالمدينة من منتخبين مسؤولين وفاعلين جمعويين في تكريس مبادئ الحفاظ على البيئة مقابل المواطنة في خدمة التنمية الخضراء، وكذلك كممثلة مجتمع مدني دي فام انتربرونور هنا في جديدة. كانت هذه المداخلة تاعنا هي في إطار إغناء النقاش وفي إطار المساهمة في أسبوع البيئي. احنا كنحاولوا أننا نكونوا باش نسمعوا شنو هي الأهم المستجدات اللي كاينه في هذه المسألة ديال البيئة، زيادة على أن جميع تراخيص دابا ولينا كنطلعوا لي زيتود دامباكت. ما كاينش شي ترخيص اللي كنعطيو لشي شركة إلا ما كانتش دارت واحد الدراسات على البيئة. كما سيتم إنشاء عدة فضاءات خضراء ورسم جداريات بعدة أحياء بالمدينة، بالإضافة إلى إبراز أهمية تقنيات الري بالتنقيط داخل المدارس والمؤسسات التعليمية لفائدة مئات التلاميذ.